جوعي في كرشي وعنايتي في راسي والسي ايمن جاو برافو. المراه الى صبرات ها هي ها المراه الى صبرات اعطيني الجواب امل محمد المراه الى صبرات ولادك يبكيو عرقيا نمشيو عند اسماء وعلان المراه الى صبرات كاين هادي الجانب اكيد هادي نمشيو عند ايمن وشيماء ولادها فرحات ولادها فرحات بعدا تعجبوني بالقافيه والراوي اكيد كلكم كتب الشعر العربي عزيز عليكم من فضلك الجواب الصحيح وسمعوه مزيان عطيه حنا العيالات هازين واحد تقول كثير قالك المراه الى صبرات دارها عمرات نقط ايضا شيماء وايمن ممثلي اخرين دا ايضا جوج ديال النقاط ممثلة خريبكة وعلى بركة الله ينطلق العداد. برافو برافو يلا يلا شيماء يلا شيماء شيف حالك خارج البلاطو مرة خارج البلاطو خاصة بالأمهات والعريسات ديالهم في الأجواء ديال الحنة سمية غتولي نقافة وتقاليدها خاص الأمهات يلتزموا أنهم باستعمال مواد اللي قدامهم يحنيو لعريساتهم نفس الشكل اللي كيشاهدوا في الصورة وبأحسن طريقة تركيز الأمهات لاحظوا تفاصيل النقش اللي في الصورة كيبقى فقط واش تم التطبيق ديالو بشكل جيد ولا لا وحتى التوجيهات ديال العريسات والتجربة كيلعبوا دور كبير في هذه المهمة سمية شحال مخلوعة سمية زكي Thank you.
طبقه ممتعه وفي نفس الوقت صعيبه. شيء انني انا ما عنديش الشوف ديال هذا الكتري من الفوق طولي بحال تمشي ايه تقريبا. لا الصراحه خالتي دارت مجهود وراه هنات لي سمع ما دار بصح انا بعدا راجع ليها كنظن فيها القطع ولكن على حسب الجنه تحكي صراحة كان عندي طبيعي بلي غادي تكون شي مسابقة فيها بحال هكا ناقش ولا حيت كاينين جوج الحوايج اللي يقدروا يكون عندي كافة يا إما ماكياج تنقعدش يا إما حنة. خالتي أول إكسبيرونس ليها في النقش دونك هادشي اللي دارت راه فوق مزيان. أنا أول مرة صراحة كنقش من غير تيكسبيرونس في حياتي كلها. ديما تزاكورة 5 ديال النقاط، ديما سالا 2 ديال النقاط، مدينة خريبة 6 ديال النقاط، مدينة فاس 2 ديال النقاط. الله يسلمك نقاشة من عاود بريمير كلاس هادي هي اللي بغيت نسمعها. نقلتي داكشي كما هو كما هو عندك مع الرسم؟ صراحة عمري نقشت في حياتي ولا رسمت بزاف لأول مرة.